السلام عليكم. هذه شقة رائعة للكراء بحي الحدادة طريق مهدية، الثمن ديالها 2900 درهم، حديدة البناء، جات في الطبق الثاني بالمصعد، وبها مرآة بالسيارات، الكاب ديال السيارات، جات أونفاس لاباز، كتلقى واحد الجردة تما، هي جات كطلع على ديك الجردة اللي جات أونفاس لاباز، طريق مهدية. قريبة لكاع المرافق العمومية وقريبة كما كنقولو الجامع والحمام وسعيد النقل، وميم با 5 مينوت عمالية، ميم با 5 مينوت سونتر فيل، جات في كارتي كالم وبيان سيكوريزي، والثمن ديالها كما قلت لكم راه 2900 درهم، قابل للتفاوض. الدار مازال جديدة وما عمرها تسكنات. هذا لكاب المرأة ديال السيارات اللي كتشوفوا، مرأب كبير ومازال جديد هو، وكما كتشوفوا راه فيد، مازال الإمبابل مازال الإقامة مازال جديدة، محروسة بكاميرات وأساس. هذا المدخل ديال المرأب ديال السيارات، وهذه لابارتمون، لابارتمون عندها شرفة كتطلع على الجهة الأخرى، الجهة الأخرى حتى هو المنظر اللي فيها، منظر يعني طبيعي ديالها. الدار كتكون من جوج ديال الغرف وصالون وحمام ومطبخ، كاين بالكون، لا كويزين بيان إيكيبي، شومبرا فيك بلاكار، الدار فينيسيون حديثة البناء 2022، يعني راه ما عندها مازال كلشي مودرن، لانستالاسيون شو عندها مودرن. مام من الخشب والسنوة الصباغة والخدمة كما كنقولو جنرال، كلها خدمة فينيسيون حديثة البناء مودرن. ترى كبيرة ما شاء الله، وتشوف الحمام تبارك الله خداش، اللي بغا يتواصل معنا مرحبا وألف مرحبا، ونتمنى لكم الجديد على قناة عقارة قناة راء 2022. نتمنى لكم ديما الجديد ان شاء الله، ونكونوا عند حسن ظنكم. وكما كتشوفوا لابارتمون اللي بين يديكم دابا راه ابارتمون ماجيك خيالي، راه بيان ايكيبي ونف مزال جديده وقابل للتفاوض. والطبق الثاني كما كنقول افيك اسانسور، اقامه جد محروسه، يعني هذا موديل يعني جديد اللي كنقدموه لكم، ونتمنى يعجبكم. حنا ديما كنقدموا لكم الجديد، وهذا موديل منه. نتمنى لشي عائله محترمه نقيه تواصل معنا، مرحبا والف مرحبا، والى اللقاء ان شاء الله فرصه قادمه.